وش قاعد موتوا كلهم يعني ولا ايش؟ انا ما افهم. في مكان الظاهر في مكان انك ترقى عنده او تنزل معها بس ما ادري وين. شوف الماب. اوي Rock Legion 27 هارت بيت. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب. اليوم معي ريان. يا هلا ريان. هلا والله، هلا والله. ارقص 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 ارقص. كيف؟ متحمس ذا. لا 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 مع السلامة. عموما اليوم جايب لكم ماب جديد. الماب عبارة عن ماب ترول، في نفس الوقت يصلح سباق. فأنا جايب ريان عشان أتحداه في هذا الماب. مو بتحدي إن من يخلص أول وزي كذا، لا، تحدي إذا خلصناه في أقل من 7 دقائق لريان 200 دولار. الريان اللي عليه يساعدنا إن نخلص الماب بسرعة، أو يحاول إنه كذا يمشي بسرعة بدون ما يغلط أي غلطة، وعلما إن الماب ترول. فحطوا في بالكم هذا الشيء. وقبل ما نبدأ، قبل ما نبدأ كل شيء، لا تنسوا اللايك اذا عجبكم المقطع، وكود شوب لا تنسونا في اسل. وبس خلونا نبدا في المقطع. نسيت اقول لكم ان هذا المقطع برعايه موقع اف ان وورد، قد اعلنت له من قبل، وهذه طريقه شراء في الموقع وشرح الموقع. استمتع في المقطع، لا تنسون لايك، رابط الموقع في الديسكربشن. طيب مثل ما تشوفون هذا موقع اف ان وورد. اول ما تدخل الموقع يطلع لك هذه الصفحه، انزل تحت يطلع لك حسابات. مثلا يقول لك هنا سيزون 1 باتل باس، يعني مضمون هنا باتل باس سيزون 1 3 دولار بس، وفي 700 حساب. هنا في سيزون 2 3 دولار بعد، وفي 237 حساب. فمثلا هنا ابغى زائد 20 سكن، بيقول خمس من الحسابات الألف هذه او الألف 86، خمسة منها فيها بلاك نايت، يعني ما تدري اي حساب اللي فيه بلاك نايت، لكن وقت ما تشتري احتمال يجيك بلاك نايت بنسبة بسيطة او لا. او ما تشتري يطلع لك هنا accounts can be unverified، يقول لك الحساب ممكن يكون موثق ممكن يكون غير موثق، فانتبه وانت تشتري. يقول قبل ما تشتري اقرا الشروط حقتنا عشان تعرف كل شيء. طيب انا بشتري حسابين، راح يطلع لي حساب 3 دولار فاصل 20. هنا احط الايميل اللي يبغى يوصل عليه، الايميل حقهم اللي فيه المعلومات حقت الحسابات. بعدها يطلع لي طريقة الدفع، راح اختار باي بال. اوكي باي ناو. هنا وصلني الايميل حقهم، احط فيو اوردر، وهنا راح تطلع لي حسابات مثل ما تشوفون. ان شاء الله استفدتوا من الشرح، واهم شيء اقروا الشروط قبل ما تشترون عشان ما تصير لكم اي مشكلة. هلا بالعيال. هلا والله. طيب. لاحظ شنطتي مو قاعد تنزل ذي الرمل، قاعد تشوف قاعد ينزل بس ما ينزل. جولي شيك يتحرك ما ينجول شيك كذا. اسكت اعلانات. اي والله، اي صح. طيب يلا يلا. نو برايز بات ذير از براغ. ايش هذا؟ براغينج براغينج رايتس، يعني مديك تهايط اذا وصلت مبكر. اوكي ويلكم تو ذا تشالنج يو. اي تشالنج يو. اوكي بالله ما شفته. الهدف ايه؟ الهدف انك تصير، الهدف انك تخلصها بسرعه. على حد علمنا اسرع واحد جابها في 7 دقائق، فنحاول نجيبها اقل من 7 دقائق. فبسم الله. اوكي طبعا طقطق سلوه ما اتذكر. ايوه يا ساتر. ولا شوف الهيلث كم، 500 يا ساتر. والله العظيم وات، اول مره العماب زي كذا. انت 500 انا 50 الحين. 50 عشان ثلاث فوق. يا ساتر. اوكي اصبر، وش ذا؟ هذا وش الحين؟ ما تركبه؟ شكل ظاهر بس. اوكي يقول لك ابايد باي رولز تيك 1. اوكي نجرب الفخ. بعدين كفو وات صح. وقف على الطرف يمكن. والله شوفوا هو معطينا هيل مره عالي، لكن بنفس الوقت يعني يمديك تخلص. او اوكي الحمد لله. شو بعدين؟ اوه هنا. لا 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 بالعفخ. فخ. اوكي. هي اوه ركز. اوكي. هوش انت خلنا هوش مره ثانيه. اوكي. بسم الله. ليتس جو جو. اوكي. خير. شيل بعد. شكوين. طيب في هذا كرابلر. ليه تحط ثنتين يا اخي وقاعد احسر؟ يلا روح دوس 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 دوس. طيب بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله وانا اروح الحين. تحت يمكن. اوكي اوه وات اروح. طب كيف نعدي؟ اركض خلي عامر. وين هنا هنا وش وين اروح؟ مع وين؟ يموتوني. الله ياخذهم. ما اشوف شيء انا. خلاص بقرابلق. اي احمد وش قاعد موتهم كلهم يعني ولا ايش؟ انا ما افهم. في مكان الظاهر في مكان انك ترقى عنده او تنزل معه بس ما ادري وين. شوف الماب. اوي انت فوق زد. اما وين يقطع حظي؟
شو مكاني شو مكاني ما اقدر اشوفك اجها قدامي صار وقت في اول واحد بوت فوق على اليمين في الخريطه فوق على اليمين ايه اول بوت يب يب بسرعه عشان نخلص باقي 3 دقائق لا تكفى باقي 3 دقائق امشي 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 مش فوق على اليمين فوق على اليمين فوق على اليمين كنت وين يعني بالضبط خاف انت غيري لا مو بغيري غيري انا يعني. اول بوت ازرق فوق على اليمين طيب اوكي راح الحلبة والله خاف اني ما اخلص الماب هذا كذا طيب والله تظهر ما عندي اوكي يا رب يجي هذا ياه موتة غبية كل من ريان ايه استخدم هنا يا رب انا اروح هين هنا ايه صح عليك بطت او بولز جي دي كمان يلا بولز يلا هذا وين نروح الحين اوكي ثنتين يا ساتر الله جبتها تكفى اوتش لا ما نطيت يقطع ام القهر يقطع ام القهر يا شيخ لازم انط بقي دقيقة ونص يا رب ممدي جريت بالفخ بالغلط ها هذه الأولى stop before you continue at the end of this tunnel is hard level good luck وش ذا ما فهمت تعال يمين شوفني رحت انا قدام كمل شوف ايش طلع لك مشاني ما ادري دقيقة الى الان قاعد امشي في التسريع هذه يلا لا تقولي برجعني والله احس ان الحل هنا والله اني احس الحل هنا انا الحين قاعد امشيني ليكم بس هذا ترول انا حطني ذا انا هذا والله شكل ترول قاعد ياخذ بفره كامله والله شكلي انا شكل الحل عندي يمين كذا اوه وصلت listen I like you so I want send you back to the beginning but just know that behind this is very first checkpoint لا وش ذا وين ها وش اسوي الحين واروح يا ليل نسوي سبون انا خاب بفرح حسبي الله ترى انا ما ادري ايش صار لي انت ضار طريق صح سلم طريق صح انا لف بلين قلت بس كذا اي 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 الى ما نوصل طيب بعدين يا ساتر واحده بسم الله يا ساتر وش دي والله دبه مو صح مين طيب كيف اموت والله ما ادري قسم بالله اني ما ادري ريان احس اني جايب العيد انا لا انا مت ورجعت لك ترى اوكي يعني قاعد تحاول تجي من عندي ايه تكفى يا اخي خش ايش جاه خيرا تكفى والله راح علينا 7 دقائق طعم القهر نعطي نفسنا 10 دقائق على ترول زي كذا والله مستحيل طيب الحين وين اروح اوكي بادرين بولز وين اروح بسم الله ايوه اوكي يلا كمان وش ذا اللي كان جالكسي ما توصل ذي اوكي اي اوه شفت قاعد تنقز اي طريق انت رحت ولا عادي اي واحد والله عادي اي واحد بس جيب من بوز كثير بسم الله الله جبتها وين نروح الحين يمين هنا يلا دقيقتين ونص لا ايش سويت انا ها وين اروح كمان خلني خش بسرعة اوكي يا ساتر وين اروح صدق الحين اوكي وات وش ذا كاني طالع برا الماب انا هذه هي وش تسوي الحين الزبدة الثانية يبغى لها تون بوز واو يا حيوان اي بولز ما هي 8 ايش تبي اوه هذه ما ادري هل كذا طيب انا جيتك بعدين طيب شوف في هنا ما ادري اوه شوف اللي فوق مربعات اوكي شفت مربعات بس شوف هنا فوق. شوف هنا ايش هذه شوفها هنا شوف وانا ناظر انا في شيء زي المربع ما ادري نخش فيه لا هذا خربط ركز على هذه يمكن هناك في خشبه شوف ما ادري اروح قبلك لا تموت اروح دقيقة جبت العيد لازم تروح على الصخرة ذي اللي على اليسار اتوقع 7 دقائق اجل ها 7 دقائق الزمن سويناها في 20 دقيقة منه كويس اوكي انا في الصخرة الحين بعدين معقول اوصل هناك ابيض سلوم
شفت المربعات اللي فوق في الجبل؟ اتوقع انها هي، لان ما في شيء ثاني. اوكي وش قاعد تسوي؟ قاعد ارقى مع الجبل. شوفني سلوم في شق هنا. ايوه اوه في تشيك بوينت هنا. دام الو وش ذا؟ هلو بي والله نقزني فوق يا ساتر. لا شو بعد؟ طلع مكان جديد. تعال من ورا الجبل، تعال من ورا الجبل. طيب خلني ارجع الحين دي. اوكي اوكي وين انت؟ ايوه ما 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 كمل 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 كمل. راح يسار راح يسار. طيب في زي الذي اللي ترقيك فوق نطة بعد. اي في نطة. اوه اوكي. لا طيحني. امشي جاني. امشي كانك تمشي قدام. لا لا داري طحت عليه بغلط انا. اوكي اللي بعده حب حبه. اللي بعده يسار يسار. اللي بعده بس يمين يمين يمين. ايوه هذه ما يمدينا نوصلها. طيب هل عندي على طول؟ اوكي كذا. طيب اوكي بعدين دقيقه دقيقه خلينا نطيح نجيب ام العيد. يا ساتر هنا يمكن. طيب نط. ايه يا رجال نطيح على طول. يا الله. اوكي بعدين رفت. يلا استخدم بسم الله 3 2 1. شوف فوق شوف فوق. يوه وش جي جي. يا ساتر هاو لوند التيك. طب والله لو اننا عارفين. والله لو اننا عارفين انا حسبت اني غلطنا في الماب بعدين فكرت فيها قلت الحين هو يمديني نعيده بسرعه وخلص باقي من 7 دقائق ترى. اي بس خلاص سجلنا نكذب. لا 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 ما ابغى ما ابغى تروح الفلوس انا. 200 دولار دي مو بريالين. يا ساتر يا رب. والله قار يا عيال يعني فكرت فيها هو الماب ماب ترول فحاط لك طريق طريق اليمين يحسسك انه كذا برا الماب وانه لا انت غلطان يا طيب وين رايح؟ بس حوسه اقسم بالله حوسه غريب الماب غريب اول مره العب ماب يحسسك انه برا الماب يحسسك انه انت غلطان يعني كيف ما ادري انك سويت جلتش كذا تطلع برا الماب. يب يب وحاط لك طريق غريب يعني ما ادري شلون. عموما بس هذا مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم. المقطع قصير فان شاء الله عجبكم ماب. واذا تبون كثر من المابات اللي هي فيها ترول زي كذا اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. وبس الحمد لله ما راحت 200 دولار. قناه ريان في الديسكربشن. يعطيكم العافيه جميعا على كل شيء. كود الماب في الديسكربشن. بس اشوفكم على خير. سلام.